الموضوع ينضم لي من مدريد الدكتور صلاح قراطة أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور صلاح. نبدأ مباشرة ربما بالحديث وبحكم التواجد الجغرافي لحضرتك، نبدأ مباشرة بالحديث عن الطرف الإسباني وهذا الاعتراف من جانب إسبانيا بالدولة الفلسطينية. ماذا تلمس أنت على الأرض في الدولة الإسبانية قيادة وشعبا حول ما حدث وما يحدث في أرض فلسطين حتى اليوم؟ أستطيع القول وأنا منشرح الصدر ومرتاح البال أن الحكومة الإسبانية إنما استجابت لكم كبير من المتظاهرين الإسبان من مختلف الجنسيات، ليسوا عربا فقط بل من مختلف الجنسيات، وغالبيتهم من الإسبان أبناء الأرض في هذه المنطقة، لشجبهم لتنديدهم لدحضهم لما يقوم به العدو من خلال القتل والتدمير وممارسات وصلت إلى حد جرائم الحرب من إبادة جماعية وتطهير عرقي وعقاب جماعي إلى ما هنالك، إضافة إلى سياسات التجويع المعروفة. في كل هذه السياقات الحكومة الإسبانية كانت منسجمة مع ذاتها وكانت البادئة ربما أكثر من غيرها عندما كانت تتحدث أنها تمضي بخطى واثقة وثابتة باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية، وكان رئيس الوزراء في هذا المجال قد قام بجولة زار من خلالها النرويج وكذلك أيرلندا، ويبدو أنه تم التوافق ليصدر القرار اليوم وسيدخل حيز التنفيذ في 28 من الشهر الجاري. إسبانيا كانت واضحة وأيضا اتصلت مع سواها من دول أخرى، وأستطيع أن أقول لكم من خلال ما قرأت أو فهمت من تصريح وزير خارجية فرنسا اليوم أن فرنسا أيضا تفكر جادة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهناك سلوفينيا وهناك دول أخرى مالطا أيضا في الطريق على ما أظن. إذا نحن الآن أمام إنجاز سياسي نضيفه إلى الإنجاز العسكري، الكيان بجبروته بإمكانياته كجيش صدر لنا على أنه لا يهزم، انغرس وضاع ربما أو في الرمل الفلسطيني ولا يعرف من أين تأتيه الضربات من كل من القاتلين، استطاعوا أن يهزموا جيشا عرمرما فتحت له أبواب مسودعات الذخائر والسلاح الأمريكي. في كل هذه السياقات الدول التي اعترفت والدول التي ستعترف ومن اعترف، ربما نستطيع أن نقول أن السردية الإسرائيلية التي كانت تعتد بها على أنها كيان مسالم يدافع عن حقوقه ويتهم من يتجاوز هذا باللاسامية، هذه السردية لم يعد أحد يقبضها أو يتبنها، وبالتالي بدأت التصريحات هنا وهناك وبدأت الممارسات الفعلية، رغم أنها للحظاتنا هذه ربما تكون في نواحي معنوية لكن لها دور فعال لأن تحول هذه المناحي المعنوية إلى أفعال ملموسة واقعية، لأننا ربما نكون قريبا أمام مؤتمر سلام، لا سيما أن معظم الدول متفقة ومتوافقة على حل الدولتين، وهذا إنجاز إن حققناه لم تكن 27 الأول. دكتور صلاح من فضلك ابقى معي، نذكر مشاهدينا بما صدر مؤخرا حيث قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن مصر أحدثت انعطافة كبرى في اتجاه السلام لكنها قادرة على خوض الحروب. وأضاف رشوان خلال لقاء مع برنامج حديث الأخبار وذلك على قناة أكسترا نيوز أن مصر لا تسعى للحروب وهي دولة سلام لكنها قادرة على خوضها إذا تطلب الأمر. وتابع رشوان قائلا إن مصر تتحرك بشكل عقلاني ولا تأخذ الأمور بشكل متسرع لأن هذه الأمور إذا أخذت لا رجعة فيها. وأوضح رشوان أن إسرائيل تتصرف الآن بشكل عدائي كبير بفتحها عدة جبهات حرب في أكثر من موقع، مشيرا إلى أن تفكير إسرائيل في تهجير الفلسطينيين هو أمر في غاية الخطورة ولن تسمح مصر به. هذا هو بعض مما جاء على لسان السيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. أعود إلى ضيفي الكريم دكتور صلاح قراطة من مدريد. دكتور صلاح، بالعودة إلى الاعترافات الدولية اليوم، ربما البعض ربط أن هناك رمزية ما في اعتراف النرويج والتي رعت واحدة من أهم جولات البحث عن السلام
في فلسطين ما تمخض عنها من اتفاقية أوسلو، ولكن هل هذه الرمزية موجودة أم أن يعني مسألة الآن أن لكل حادث حديث ولكل حقبة ربما مصوغاتها السياسية؟ ربما تريد أن تسألني بشكل غير مباشر، هل التوقيت هو عامل هام الآن؟ هل ما يحدث في هذه الظروف هو أدى إلى هذه الأفعال؟ أنا أستطيع أن أعتمد على ما قامت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من الشهر الجاري، عندما قالت بغالبية عظمى من أعضائها بأن فلسطين كاملة المقومات لأن تكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وطبعا لولا الفيتو الأمريكي المساند، إضافة للمساندة بالأموال المباحة والمتخمة مع الذخائر والعتاد العسكري، ربما لما كان الكيان في هذا المكان من التجني، في هذا المكان من العدوانية من الإرهاب إلى ما هنالك. هذا التوقيت يجب أن نقف عنده، لأن العالم بمؤسساته الأممية يعني بات ينظر إلى أننا كفاية كما نقول، العالم بحاجة إلى استقرار، العالم بحاجة إلى أمان، العالم كفاه قتلا بالمجان، سيما أن هذا الكيان إنما هو امتداد أصلي لعصابات كانت قد احتلت فلسطين وروعت أهلها منذ البدايات كاشترن والأرغون وسواها من عصابات والهجانة. لتعلم سيدي الكريم وكلكم يعلم حتما لكن للتذكير، أن معظم رؤساء الوزارات الذين مروا على الكيان الغاصب إنما كانوا رؤساء لهذه العصابات، وما بعد ذلك معظم رؤساء الوزارات كانوا قد مروا إما رؤساء أركان أو وزراء دفاع. هذا كيان لا يفهم إلا بمنطق القوة، وأعتقد أن الفلسطينيين بإمكانيات بسيطة محدودة استطاعوا أن يقارعوا هذا الكيان ويستدرجوه إلى مستنقع علق به مباشرة. ودليل أزمته وفشله وما هو عليه الآن أنه يتهم المصريين عبر صحافة غربية. أحب أن أعلق قليلا على ما كنت قد تفضلت به من لحظات. أنا قرأت لأحد القادة العسكريين الإسرائيليين منذ عدة أيام في إحدى الصحف الإسرائيلية، قال بما معناه: إن حدث واشتبكنا مع المصريين الجيش المصري جاهز لسحقنا. إذا كنا أمام ثلة محترمة من أصحاب حق يدافعون عن أرضهم وعرضهم، استطاعوا أن يذيقوا هذا الكيان ما لم يكن يتوقعوا. كما كنت قد أسفت، كانوا قد صدروا لنا أن هذا جيش لا يقر، وإذ هو مقهور مذموم مذهول، وقياداته يحاول كل منهم أن يلقي اللوم على غيره. المستوى السياسي يلحق الأزمة بالمستوى العسكري والعكس صحيح. إذا نحن في مكان نستطيع أن نقول أننا حققنا كفلسطيني، طبعا لست فلسطينيا إنما عربي وقبل أن أكون فلسطينيا أو سوري، باختصار شديد نحن استطعنا أن نقول للعالم في المنطق الذي يفهمه الكيان وهو منطق القوة، واستطاع العالم أن يلتقط هذه الإشارة ويحق الحق، لا سيما أن القانون الدولي الإنساني كان واضحا وصريحا، والقانون الدولي العام طبعا كان واضحا وصريحا بحق الشعوب بأن تقرر مصيرها. الشعب الفلسطيني. طيب دكتور صلاح، إسرائيل لم تسكت، إسرائيل أيضا أعلنت استدعاء سفيري النرويج وإسبانيا للتشاور، هذا يعني ضمنا في العرف الدبلوماسي أنها تبلغهم الاعتراض على هذه الخطوة التي قامت بها الحكومات اليوم، وربما يدخلنا ذلك في حسابات أخرى لعلاقات إسرائيل مع دول الغرب، الدول الكبرى والدول النافذة التي لها قوة اقتصادية وسياسية وتاريخية وما إلى ذلك. ليس هذا فقط سيدي، أريد أن أضيف أيضا، هي استدعت السفراء الدول الثلاثة، والإعلام الإسرائيلي كان قد قال قد وبخهم، وهذا كلام ساقط ورخيص من دبلوماسية أي كيان في العالم أو أي دولة في العالم عندما يوبخ سفراء دول أخرى لديه. أضف لذلك استدعى سفراءه في هذه الدول الثلاث أو هذه العواصم الثلاث. مع هذا وذاك هناك شيء اسمه اقتصاديا في علاقة الموظفين الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وهم تقريبا يساوون 20% من الفلسطينيين، كانت قد علقت ما يسمى نظام المقاصة، وهو شكل من أشكال الضرائب ينعكس رواتب
رواتبا على الفلسطينيين، لكن لأضيف نقطة هامة أن هذه الرواتب منذ عامين من الآن لم تصل كاملة إلى مستحقيها. مع هذا وذاك وزير الحرب الإسرائيلي كان قد تحدث بما يعني أن إمكانية الانسحاب من شمال الضفة الغربية بات حلما، نحن مستوطنون وسنبني مستوطنات. وزير الأمن القومي دخل إلى الأقصى ونجسه. نعم، ووزير المالية يقول أمام كل دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية سننشئ مستوطنة. هذا منطق بلطجة، هذا منطق عدوان، هذا منطق مرفوض بكل النواميس وبكل القواميس وبكل الأعراف الدولية. ما يسعدنا كبشر أولا وأخيرا أن العالم كان قد عاد إلى صوابه بعد حملات تضليل مروعة للكيان الصهيوني من خلال إعلام يتحكم به في غير مكان في هذا العالم. أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الرؤى من مدريد دكتور صلاح قراطة أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.